عليكم ورحمه الله، نتمنى تكون اموركم على خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوجبه في المقلات المزدوجه او المقلات العجيبه اللي كنت شاركتها معكم في فيديو سابق. اقترحت عليكم مجموعه من الاطباق والوصفات، وبزاف الاخوات قالوا لي شاركي معنا وصفات وحدين اخرين اللي ممكن نحضرهم في هذه المقلات ذات الوجهين. باش تحافظوا على التمر اللي مفيد بزاف للوليدات الصغار وكذلك الكبار، وخصو يكون دائما في البيت ديالكم، يعني ما يخطاكمش التمر. انا اش كندير؟ كنخليه في الكرتونه ديالو، كنخليه في البلاستيكه وكنوضعو في المجمد. هاد الطريقه غتخلي لكم يبقى مزيان، ما يتسوس ما يبس ما والو العام كامل. وقت ما بغيتوه كتجبدوه، كتاخذوا منه الكميه اللي بغيتو وكترجعوه للمجمد، ماشي الثلاجه، المجمد. نعاود نكرر، المجمد، الثلاجه ما كتحافظش عليه، كتخليه كيباس وكيولي حالته. ديروه في المجمد. وندوزو فكره اخرى، اي مشكل مع الخضره كتخسر ليه، كتطلق الماء، يعني 3 ايام 4 ايام كتلقاها ما بقى فيها ما يتشاف. نشارك معكم الطريقه ديالي المره الثانيه، لان جاوني تساؤلات صراحه. طريقتي هي هذه، كناخذ غير هاد البونجات او هاد الاسفنجات، هادو اللي كيتباعوا في الحانوت، كناخذهم بالعرام، يعني واحد 10 ولا 15 ولا، كنديرهم في الغساله كيتسبنوا وكيتعقموا، ومن بعد كنجيبهم وكنقطعهم بحال هكا، يعني مكعبات، وكناخذهم وكنديرهم في البلاستيكه اللي فيها الخضره. مثلا كنديرهم مع خيزو، كنديرهم مع الفلفله، كنديرهم مع اللفت. صافي، كنغلق البلاستيكه ديالي وكنديرها في الثلاجه. هاد الاسفنجات راهو ما كيشربوا كاع داك العرق اللي كيديروا كديروا الخضره، الميكا راه ما كتعرقش، والخضره ديالكم كتبقى طريه بحال الا يلاه جبتوها هذيك الساعه. الناس اللي تيقول لك راه ماشي ضروري الواحد يتقدى بزاف يبقى يمشي يجيب خضره طريه، راه ما يمكنش، ضروري الواحد يتقدى على سيمانه على 10 ايام، لان دابا كاين ظروف، ومن الافضل نتفاداو الاسواق. ديروا غير هذه الطريقه، الخضره ديالكم غتبقى لكم مزيان. الفلفله حتى هي غندير ليها نفس الطريقه. بالنسبه لهاد الاسفنجات راه كل فتره وفتره كنبدلهم، كنرميهم وكنعاود كنجيب وحدين جداد، راه ما عندهم حتى شي ضرر، لان الخضره راه يعني ما تيديروا ليها حتى شي حاجه، غير كي ابسوربيو هذيك الرطوبه اللي كتكون في البلاستيك. وغادي نوضعهم هنايا مع الفلفله، نديرهم في الجناب. صافي، اذا على استعمال الصابون في التنظيف، هذا الاستعمال هذا جدا مفيد، اللي هو كناخذوا الصابونه ديال الحجره. عندكم ابواب اللي كيصدروا هذاك الصوت ديال الصرير، ما عليكم الا تاخذوا هاد الصابونه ديالكم ديال الحجره وكتمشيو وكتبداو تحكوها على هاد المكان هذا فين كيلتقيو هاد البليصات هادو. والصابونه هنايا حتى كتدخلوا الصابون ما بين هاد البليصات بجوج، فالصابون غادي يمنع هذاك الاحتكاك، وبالتالي غادي يزول هذاك الصوت ديال الصرير ديال الابواب. الزيتون كحل كديروه في الثلاجه، من بعد فتره كتلقاوه كله تصوف وكله ولا في المذاق ديال الغموليه، واخا هو كاين في الثلاجه عندي لكم فكره رائعه. اول حاجه كتاخذوا قرعه، قرعه اللي تكون زوينه ماشي بحال هذه، قرعه ديال الزاج، الاهم انها تكون نظيفه. غادي نوضعوا فيها هذا الزيتون الكحل، ما كتوضعوا الزيتون في قرعه ديال الزاج، ما ديروهش في البلاستيك لانه كيخسر مع البلاستيك، ما زوينش صراحه. وكتجيبوا زيت الزيتون او زيت العود وكتخويو على هذاك الزيتون ديالكم، يعني غير شويه واحد جوج ديال الملاعق، وغادي تسدوا القرعه ديالكم، حركوها مزيان حتى يتلبس هذاك الزيتون بالزيت. بهذه الطريقه راه ما غاديش يغمل نهائيا، لان هذيك الزيت غادي تحميه وغادير لي واحد الطبقه واقيه من الرطوبه، وغادي يبقى لكم حتى لشهر بحال لا يلاه خديتوه من السوق. دائما ملي كناخذوها من السوق كنخليوها في البلاكار حتى كنجيو نخدموا فيها، كنلقاوها كامله يبسات وكامله خسرات. طريقه اللي زوينه بزاف باش تحافظوا على الثومه ديالكم، هذه الطريقه صوبتها الاخت سحر الطبيعه، قناه اللي هي مجتهده. الا كتاخذوا قرعه بلاستيكيه بحال هذه ديال المياه المعدنيه، تاخذوا الثومه ديالكم وكتوضعوها في هذه القرعه هذه بالشكل هذا، حاولوا تفصلوها.
صافي. من بعد ما كتمعوا القريعه ديالكم بالثومة كتغلقوها وكتوضعوها في البلاكار بعيد على الضوء، راه كتبقى مزيانه لمده طويله بلا ما كتفسد ولا كتغمر. باش تحافظوا على النعناع بدون ثلاجه، اول حاجه كتاخذوا الرطه ديالكم غادي نحلوها نفكوا ليه الرباط ديالو وغادي نقطعوا ليه هاد الجذور. تحيدوا منه الا كانوا فيه شي ورقات اللي هما يابسين او اللي هما ماشي زوينين. صافي، كتجيبوا واحد البول اولا واحد الغراف اللي ديروا فيه شويه ديال الماء وغادي تاخذوا النعناع ديالكم غادي تغطسوه فيه بحال هذا الشكل هذا، وغتجيبوا بلاستيكه اللي تكون نقيه وكتغطيو ليه راسو بحال بغيتو ديروا ليه لاستيك هذوك النباتات اللي تيكونوا في لي سير ياك لي سير بحال هكا. غنديروا ليه واحد الجو ملائم ديال العيش بحال هكا، نتمنى تكون واضحه ليكم. صافي، وخليوه حداكم في المطبخ راه كيبقى مزيان حتى الاسبوع. انا هذه الطريقه اللي كنعتمد ما كنديروش كاع في الثلاجه، وقت ما بغيتو تعمروا اتاي كتاخذوا عريشات منه وكتعاودوا تردوا ليه الميكا. وإذا كانت عندكم الكوزينه سخونه راه يقدر يخسر ويتحرق، ديروا حدا شي نافذه. المهم الجو خاصو يكون يعني معتدل، ما يكونش جو اللي هو سخون. ديما قبل ما تغليو الحليب في الكسرونه ديروا هذه الحيله، هذه غادي تنفعكم بزاف وغادي تخليكم ما تكرفصوش مع الكسرونات لان الحليب كيلصق في القاع ديال الكسرونه. غادي نوريكم الحيله حالا. تغسلوا اولا تشلوا الكسرونه ديالكم، خليو فيها واحد القطيره ديال الماء في الاسفل بحال هكا في القاع ديالها، وكديروا الحليب هذيك الطبقه ديال الماء ما كتخليش الحليب يلتصق في القاع، وبالتالي التنظيف ديالها كيجي ساهل وسهل بزاف. عندي هنايا فخيطاتي ديال الدجاج، ممكن تعوضوهم بقطع ديال الدجاج اللي عندكم. غادي نوضع فيهم هكذايا نفلحهم باش كتدخل ليهم طياب بسرعه. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على المقلاه واش هي ديال الضو، لا فهي مقلاه كطيب على الغاز. بالنسبه للتتبيله ديال الدجاج كنحتاج خرقوم عرق، شويه ديال الثومه بودره اللي حضرناها في الفيديو السابق، نشجعكم انكم تحضروها كتجي هائله تماما بحال اللي كتباع وافضل كثيرا زعما. ما تديوش على هضرتي. عندي هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم والملح، وندير شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الخل الابيض ممكن تستغناو عليه، شويه ديال الربيع زبور ومعدنوس. غادي نخلطوا التتبيله ونحاولوا ندخلوها في هذوك الشقوق ديال الفخيضات ديال الدجاج مزيان مزيان، وغادي نخليوه يترقد واحد الساعه. الا كنتوش مزروبين خليوه حتى ليله كامله كيجي هائل، وممكن تخليوه غير نصف ساعه. غنخليه دابا على جنب. حبه بصل ملي تشوفوا متوسطه الحجم اللي غادي ندوزها في الحكاكه، ناخذ المقلاه غادي نوضع فيها واحد الكميه قليله بزاف ديال الزيت، تقريبا ملعقه كبيره ديال الزيت. غادي نوضع فيها هذه البصله الى شويه الملحه وشويه الابزار، وغادي نردوها فوق البوطه تشحر لينا. صافي، البصله هي كما كتشوفوا كتشحر، نشحرها مزيان وغادي نضيف الدجاج. وغادي نشحرها حتى هو مزيان. حطيت هنايا واحد الملعقه ديال الطماطم المركزه وزدت عليها الماء، وغادي نردها دابا نخويها فوق الدجاج. هو كما كتشوفوا تحمر وخد هذاك اللون الذهبي، وغادي نضيفو دابا هذا المرق هذا.
صافي. وغادي نسدو المقلاه وغادي نخليوها طيب على نار اللي تكون متوسطه ماشي مجهده. هنايا الارز العادي الابيض غادي ناخذ جوج ديال الزلايف اولا زلافه ونصف على حسب الكميه اللي بغيتوا تحصلوا عليها. يعني الا كان عندكم عدد افراد اكثر من اربعه افراد وضعتهم هنايا في زلافه فيها الماء ندير زلافه ونصف. وغادي نخليو هذا الارز هذا يتنقع الفتره اللي كيطيب فيها الدجاج باش كيتسرع لينا الطياب ديالو وما كيشدش لنا بزاف ديال الوقت، يعني كيتصفى من هذيك النشا وما كيجيناش معجن. صافي غادي نخليه دابا على جنب. بعد ما داز تقريبا 20 دقيقه فتحت على الدجاج كما كتشوفوا بان لي راه صافي دخلوا الطياب. نصفي هاد الرز هذا من هاد الماء صافي. وغادي نضيفو الرز غنكحس بيضة دجاج الجن غادي نضيفو الرز نحاولو نحركو الماء اللي درنا فيه شعيرات ديال الزعفران. غادي نضيفو الماء اللي غادي يطيب فيه الرز صافي. وغادي نعاودو نسدو المقلاة ديالنا. بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقة صافي طفيت على الرز كما كتشوفو راه طاب تماما ما بقاش فيه المرق الريحه ديالو يا سلام. وكما كتشوفوا فراه المقله هذه كتهز كميه كبيره ممكن تطيبوا فيها حتى البيله راه غادي تجي يعني هي هذيك فالمساحه ديالها واسعه كطيب بسرعه. وهذا هو الرز ديالنا كيصبح جاهز كما كتشوفوا الدجاج محمر وطيب مزيان. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المقلات فممكن يحضروه غير في طنجره عاديه راه ما كياخذش بزاف الوقت في الطياب. والرز راه كيجي مفرز كما كتشوفوا واخا استعملت غير الرز العادي راه ما تيجيش نهائيا معجن. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم. خليكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.